أولى الرسائل وردت من المرسل يحيى حسن أفندي من اليمن الشمالي بني قيس، يسأل يقول: إذا كان هناك ابن صغير لشات وهو ما يعرف بالطلي الصغير أو غيره، وقد ماتت أمه بعدما ولد وغذي على لبن حيوان محرم الأكل، فهل يؤكل أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى لهداه، أما بعد، فإذا غذي الطلي أو غيره من الحيوانات المباحة على لبن محرم كلبن الحمار أو الكلب أو نحو ذلك فإنه لا يحرم بذلك، بل يبقى حلالا ويكون حكم حكم جلالة، يطعم الطيب ويسقى الطيب مدة من الزمن يغلب على الظن نظافته فيها وطهارته فيها ويكفي. قال بعض أهل العلم 3 أيام، بعضهم قال 7 أيام، فعلى كل حال ينبغي لأهله أن يسقوه اللبن الطيب أو يعلفوه العلف الطيب 7 أيام أو أكثر، فإنه بهذا يطيب تذهب آثار اللبن الخبيث ولا حرج في ذلك، والحمد لله. كالجلالة تحبس يوما إن كانت دجاجة، 3 أيام إن كانت دجاجة ونحوها، أو 7 أيام أو أكثر في مثل الحيوان شاه ونحوها، وتطعم الطيب والحمد لله. نعم، بارك الله فيكم.